موت الصديقة العزيزة سمية العمراني كان فاجعة، وخلف لدينا ألما عميقا، لأن موتها خسارة بالفعل، خسارة على مستوى الوطن وعلى مستوى القضية، القضية التي استماتت بكل التزام وحب وعطاء واستماتة من أجل أن تبرزها على رأس قائمة الأجندة الوطنية والدولية، التي هي قضية الإعاقة، وأساسا القضية المتعلقة بالتوحد. استطاعت أن تمرر هذه القضية وتؤثر على الرأي الوطني والدولي كما سبق أن ذكرت، وأن تمررها من عدة مراحل، مرحلة الترافع إلى مرحلة المطالب، ومرحلة الاقتراح، وتشكيل قوة اقتراحية من خلال مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ومجال التوحد، واستطاعت أيضا أن تحشد الدعم الإنساني والدعم الحقوقي والدعم المالي أيضا من أجل هذه القضية، قضية التوحد، اللي ما كانش معطيلها كامل الاهتمام، ولكن مع سمية العمراني في كل المحطات التي عاشرتها فيها، سواء مجال العمل الجمعوي، أو على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو على مستويات أخرى، لمست فيها حقيقة أيقونة بكل المعاني وبكل صدق، إصرار، صمود وتحدي واستماتة في الدفاع عن قضية التوحد وقضية الإعاقة. سمية العمراني ستترك ألما ووجعا، لكن ستترك أيضا بصمة في مجال الحقوق ومجال الدفاع على الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى الأشخاص الذين يعانون من التوحد. أكيد فقدانها سيسبب ألما لابنتها التي من أجلها كافحت وناضلت والتزمت بهذه القضية، لكن في نفس الوقت أظن أنها وضعت الحجر الأساس اللي كنتمنى من كل قلبي أن كل رفاقة رافقتها في العمل الجمعوي أنهم يستمروا في النضال، ويستمروا في حمل هذا المشعل، وفاء للقضية، وفاء لروح الفقيدة.